بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام على الهيدروكيفلس، واحنا زي ما اتفقنا ان في نوعين من الهيدروكيفلس، اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف. وقلنا ان الاوبستراكتيف هيدروكيفلس بينقسم الى نوعين، انترنال واكسترنال هيدروكيفلس او كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. وقلنا ان النون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس اللي هو عند الفرامينا اوف مونرو وعند الاكويدكت وعند الاوتلت فرامينا اوف ذا فورس فنتركل. وبعدين قلنا الكوميونيكيتنج هيدروكيفلس اللي هو في البيزل سيسترنز عند الاراكنويد فيلاي، سواء كان ده سببه حاجة في الأراكنويد فيلاي زي سب أراكنويد هيمورج أو بيزل مننجيتيس أو مننجل كارسينوماتوزا، أو حاجة في التصريف بتاع السي اس اف في الفينا سيستم، كأن يكون في ديورال ساينس ثرومبوزس سبيشالي ذا سوبيريور ساجيتال ساينس. بعد كده قلنا اللي هو النون اوبستراكتيف هيدروكيفلس ديو تو اوفر برودكشن اوف ذا سي اس اف، وده في الغالب يعني بيكون سكندري تو كورويد بلكسس باب اللوم. بعد كده هنتكلم على اربع انواع من الهيدروكيفلوس ليهم سكه لوحدهم غير بقيه الحاجات التانية، اللي هم الهولو بروزن كيفالي والهايدن كيفالي والداندي ووكر والكياري مالفورميشن. نبتدي الاول بالهولو بروزن كيفالي، وزي ما احنا عارفين ان ده ليجن بينتج عن انكم، يعني مفيش سيبريشن اوف ذا تو سيريبرال هيمسفيرز، بيكون البرين كله حته واحده، ما هواش ديفرنشيتد الى تو سيريبرال هيمسفيرز، وبيكون الفنتريكولار سيستم عباره عن تشامبر واحده بس مليانه مليانه بالسي اس اف. وان هو الهولو بروزن كيفالي فيه منه ثلاث انواع، ايه لوبر تايب، سيمي لوبر تايب، ولوبر تايب. واشهر واحد فيهم على الاطلاق موجود ان ذا كلينيكال براكتس هو الاي لوبر تايب، اللي هو زي اللي احنا شايفينه هنا دوت كده. واللي انا دايما بشبهه يعني انك انت تلاقي الفنتركل زي البتاع بتاعه البولينج، اللي هي ال عارفينها، اللي هي تخبطها بالكوره اسمها ايه، شبهها يعني كده بتاعت البولينج دي. او احنا عندنا في مصر ايام زمان في، عارفين القلة بيحط فيها مية وكده وحط عليها غطا عشان ما فيش حاجة تقع جواها، فديت شبه القلة اللي عليها غطا من فوق. ف يعني كان سي ديس سنجل مونو فنتركل، و بيتشخص عادي جدا بالالترا ساوند، كان فيه لسه هم بيكلموني في الموضوع ده. وده تقريبا المنظر العام بتاعه، ان احنا السوبرا في الحته اللي فوق بتلاقي الفنتركل از سنجل تشامبر، وبعدين بتلاقي البيزل جانجليا ار فيوزد توجذر. الكرايتيريا بتاعه الهولو بروزن كيفالي سهله جدا، ان هو مفيش سيبريشن، يعني مفيش فالكس، مفيش حاجات، كل الشغلانه ديت مش موجوده. نمره واحد مفيش فالكس، نمره اتنين مفيش كوربس كارلوزم، كل الميد لاين ستراكشرز تقريبا مش موجودين. نمره تلاته مفيش انتر هيمسفيريك فيشر، مفيش ثيرد فنتركل، مفيش سيلفيان فيشرز. هو ده المنظر العام بتاع بيكون في فنتريكولار تشامبر واحده بس، بيقول عليها سنجل مونو فنتركل، والبرين كله بيكون حته واحده، سنجل انلوبد برين تيشو، اند ذا فنترال ميديال اسبيكتس اوف ذا برين نيفر ديفلوب. الحاجات اللي هي اللي على جنب البرين تقريبا مش موجوده، والسلاماي ار فيوزد اند ريديوسد ان سايز. وده المثال بتاعهم، السلامس على ناحيتين اصغر من الطبيعي، مفيش ثيرد فنتركل، وهما الاثنين فيوزد توجذر. لما نشوف المنظر دوت كده بيبقى سهل علينا قوي انك انت تشخص الهولو بروزن كيفالي اللي هو ايه لوبر تايب. لكن السيمي لوبر تايب واللوبر تايب دولت الى حد ما صعبين شويه، لان هما الفيتشرز
بتبتدي تتحسن، يعني تبتدي حته من الفالكس تطلع، يبتدي الفنتركلز تاخد شكل الفنتركلز الطبيعي وكده. ف في السيمي لوبر تايب بيكون في بارشال اتمبت تو ذا برين دايفرتيكيليشن، يعني ان البرين يتقسم نصين ويكون في سيريبرال هيمسفير على الشمال وسيريبرال هيمسفير على اليمين. الكريتيريا اللي هي تقريبا بنشخص بيها هي دي اتش شيبد مونو فنتركل، يعني في فنتركل واحد ولكن عامل زي حرف الاتش اللي هما الاثنين لازقين في بعض، وابتدى الفنتركل يتفصل الى تو تشامبرز فبيدي لك المنظر ده. دايما الحته اللي في الفرونتال بتبقى ديفلوبد ببطء اكتر من الحاجات اللي في الاوكسيبيتال، فهنا يو كان سي ذا فنتركلز. الفرونتال هورنز ما بتبقوش واضحين قوي، لكن البودي والاوكسيبيتال هورن بيبقوا الى حد ما واضحين، لكن ما ستيل ما فيش سيبتم بلوسيدم، ما فيش فالكس الا حته صغيره، يعني الفالكس بتبقى رودمنتري، ما فيش انتر هيمسفيريك فيشر، اند بيزل جانجليا ار اولسو فيوزد. وده تقريبا المنظر الكلاسيكي خالص اللي هو موجود في الكتب، واحنا يعني او انا شخصيا ما بعرفش اشخص السيمي لوبر تايب الا لو شفت ديس كلاسيك ابيرنس، اللي هو انك انت تلاقي الفرونتال لوبس صغيرين، الانتر هيمسفيريك فيشر حته منه بس هي اللي باينه، زي هنا كده حته من الانتر هيمسفيريك فيشر باينه وبقيه الفيشر مش باين، الفرونتال هورنز ما هماش ديفلوبد، الاوكسيبيتال هورنز والبودي موجود ولكن ما فيش سيبريشن ما بينهم، يعني لازقين في بعض. ف يعني في كذا منظر لدولت وكلهم يعني متاخدين من الليترتشر. ممكن طبعا مع الهولو بروزن كيفالي اللي هو الاي لوبر تايب ما معهوش كوربس اساسا، ما معهوش كوربس كالوزم، لكن السيمي لوبر تايب ممكن تلاقي جزء من الكوربس كالوزم موجود، وتلاقي مثلا حته من عند الروسترم وكده ما تبقاش موجوده. اما الهولو بروزن كيفالي اللوبر تايب فهو ده تقريبا شبه البرين العادي، يعني لوبر خلاص البرين اتقسم نصين والفالكس موجوده والسيبتم بلوسيدم موجود وكل حاجه. وده الحقيقه في يعني ديفيكولتيز عاليه جدا في التشخيص، لكن العلامه الوحيده اللي انا يعني شفتها في الكتب وفي الكلينيكال براكتس اللي هي دي بوكس لايك فرونتال هورنز. الفرونتال هون العادي بيبقى ليه منظر كده وليه تب، ما هوش مبطط كده ولا مربع زي ده كده، اند بوكس لايك فرونتال هونز. زي ما احنا شايفين المنظر ده مش هيتشاف كويس الا في الكورونال، يعني في الاكزيال ايمجز يو كان سي ده اتينيويتد فرونتال هون، وده الاوكسيبيتال هون اللي احنا بنسميه كولبو كيفالي، ان الفرونتال هون صغير والاوكسيبيتال هون كبير، لكن في الكورونال هتلاقي المنظر اللي احنا شايفينه هنا دوت. الانتر هيمسفيريك فيشر والفالكس تقريبا موجودين، والسهم ده بيشاور على ان الفالكس والانتر هيمسفيريك فيشر موجود، لكن السيبتم بلوسيدم زي ما احنا شايفين هنا ما بين الفرونتال هورز مش موجود. يبقى تلخيصا لهذا الامر، احنا عندنا الهولو بروزن كيفالي عباره عن انومالي ليها اطراف عديده وتقسم الى ثلاث اقسام، ايه لوبر تايب، سيمي لوبر تايب، اند لوبر تايب، والوحيد اللي بيتشخص سهل جدا هو ده ايه لوبر تايب. وفي الاي لوبر تايب زي ما احنا من اسمه كده اي لوبر، ما فيش لوبس خالص، ما في البرين كله حته واحده، الفنتركلز كلها حاجه واحده، كل الميد لاين ستراكشرز تقريبا ار ابسنت، اللي هم الفالكس وسيبتم بلوسيدم والانتر هيمسفيريك فيشر والكوربس كالوزم، كل دولت ما بيبقوش موجودين. نيجي للنوع التاني اللي هو الهيدرينكيفالي، و
هو ده كلام صحيح، لان هو الكوربس كالوزم لما بيحصل فيه اجينيسيس بيحصل من الحاجات اللي بتديفلوب ليتر، واحنا عارفين ان اخر حته بتديفلوب في الكوربس كالوزم هي الروستروم، وده روستروم اكتر حته من قدام نازله لتحت، وبعدين السبلينيوم وبعدين البودي وبعدين الجينو. فلما بيحصل الاجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم اول حتتين بنشوفهم العاديين يعني اللي هما السبلينيوم والروستروم، لكن لو الحته الجينو مثلا زي ما الدكتور ايمن بيقول كان ابسنت زي في العيان اللي انا وريته لكم ده، المنطقة ديت كده، لأن الروسترم موجود هنا في الحتة ديت. And if you see this finding you can assume فعلا إن ده هو يا إما سيمي لوبر يا إما لوبر تايب based على ال appearances of the frontal horns of the lateral ventricles. And this is معلومة مهمة. نيجي بقى للهايدرانكيفالي، وده عبارة عن برضو ما يشبه الهيدروكيفلس. البرين تيشو تقريبا معظمه مش موجود، تحول البرين الى ساك مليانه ميه، لارج ساك فيلد والسي اس اف اند ذا وول از ديفايد اوف نيورونز، يعني الجدار بتاع الساك ده عبارة عن فايبرس تيشو، على عكس العيانين اللي هم عندهم سيفير فورم اوف اوبستراكتيف هيدروكيفلس بيبقى الحتت اللي بره بتبقى جزء من كومبريسد برين تيشو، لكن ده عبارة عن كيس مليان ميه ما فيهوش نيورونز. و most of the cerebral tissue is absent. The thalami and the inferior medial part of the frontal and temporal lobes are preserved. في الانجيوغرافي بتلاقي الانتير سيريبرال والميدل سيريبرال ارتري ممكن يبقوا absent. البرين ستيم از اتروفيك. السيربيلم كويس والفالكس which is important علشان تفرق الاثنين بقى. هو في الغالب الهيدرانكيفالي صعب جدا انه يتلخبط في الهولوبروزنكيفالي، لكن احد العلامات الشهيره في الهيدرانكيفالي ان هو الفالكس موجود، فهتلاقي هنا كميه ضخمه جدا من الميه موجوده، مكان السيريبرال هيمسفيرز هما الاثنين تحول الى ميه and the fulx is present، وده احد الحاجات المهمه جدا في التشخيص. فمثلا زي كده رودومنتري فرونتال هورنز جزء من التمبرال هورن موجود، بقيه الكرينيال كافيتي از ساك فيلد ويز فلويد اند ذا fulx از present، وده احد الحاجات اللي هي بتفرق ما بين الاثنين. وهنا لو كان العيان عنده سيفير هيدروكيفلس وير ذا برين از ثين ريم اراوند ذا دايليتد فنتريكلز، ده مختلف تماما عن الهيدرانكيفالي ان هو ما فيش برين اساسا حوالين الايه حوالين الساك، وده اللي بيخلي البروجنوزس بتاعه سيء. وبعض الناس بتقول اذا كان الناس دولت ليه لازمه ان احنا نعمل له شنطه او ما نعملوش، يعني ما فيش اساسا برين علشان نحاول ان احنا ندي كومبريس الفنتريكلز علشان العيان يتحسن، وده مكتوب في الكتب ان الشنط will not improve the patient intelligence، يعني ممكن المريض اكيد هيبقى mentally retarded لكن الشنطه مش هتحسن، على عكس الاوبستراكتيف هيدروكيفلس العادي. لو احنا بصينا على الفرق ما بين الهولوبروزن كيفالي والهايدرن كيفالي، هتلاقي ان في الهولوبروزن كيفالي الفرونتال اريا از مور اور ليس موجوده، لكن في الهايدرن كيفالي الفرونتال لوبس تقريبا مش موجودين خالص. هنا كل الميد لاين ستراكشرز مش موجوده، هنا هوت الفالكس، وديت احد العلامات الهامه جدا في التفرقه ما بين الهولوبروزن كيفالي والهايدرن كيفالي از ذا بريزنس اوف فالكس، طبعا بالاضافه لشكل الفنتريكلز وكميه البرين تيشو اللي موجود. التالت نوع من الهيدروكيفلس اللي هو الداندي ووكر، والداندي ووكر الحقيقة محطوط دلوقتي في تقسيمة ضخمة جدا في الكتب تحت العنوان الكبير ده اللي هو posterior fossa cystic malformations، ففي أصبح داخل في الحكاية ديت كذا حاجة، من ضمنهم الداندي ووكر، ومن ضمنهم الفاريانت بتاعه والميجا سيسترنا ماجنا والأراكنويد سيست if present in the posterior fossa. العيانين دولت ممكن البرزنتيشن بتاعهم يبقى كده developmental delay enlargement of the head signs and symptoms of hydrocephalus.
الداندي ووكر بالاصلي اللي هو مش الفاريانت يعني، معروف بان هو بيبقى البوستيرير فوسا، وديت احد العلامات الضرورية جدا. البوستيرير فوسا از انلارجد، والبوستيرير فوسا يحتوي على سيست كبير جدا ورا السيريبيلم، وهذا السيست متوصل انتيريرلي بالفورس فنتركل. فلما نبص هنا مثلا على العيان ده هنلاقي ان في سيست كبير قوي في البوستيرير فوسا، والسيست ده متوصل بالفورس فنتركل. المفروض اللي كان يمنع التوصيله ديت هنا هو الفيرمس، فكون ان الفيرمس مش موجوده، وده احد الكرايتيريا اوف داندي ووكر، ابليزيا اوف ذا فيرمس. ابليزيا بتخلي الريترو سيريبيلر سيست از كوميونيكيتنج مع الفورس فنتركل، وبالتالي موست اوف ذا بوستيرير فوسا از اوكيبايد باي ذيس لارج سيست، ذن يو اكسبكت ان السيريبيلر هيمسفيرز ار هايبوبلاستيك. يبقى هي دي كلها على بعضها، نمرة واحد ابليزيا اوف ذا فيرمس، هايبوبليزيا اوف ذا سيريبيلر هيمسفيرز، لارج بوستيرير فوسا سيست كوميونيكيتنج وذ ذا فورس فنتركل، انلارجمنت اوف ذا بوستيرير فوسا، وطبعا سوبرا تنتوريال هيدروكيفلس، وده مش موجود في يعني مش موجود في كل العيانين، لكن موجود في كل في معظم العيانين. ال etiology of this anomaly is not known. العيانين بتشتكي من seizure, visual and hearing disturbances، وممكن يبقى معاها CNS anomalies تانية. The posterior fossa is large and there is cystic dilatation of the fourth ventricle which is communicating with the posterior fossa cyst. ابليزيا اند هايبوبليزيا اوف ذا فيرمس، زي ما احنا قلنا ممكن الفيرمس ما تبقاش موجوده خالص، ولو بقى في حته منها هيبقى ندخل في الفاريانت بتاع الداندي ووكر. هايبوبلاستيك سيريبيلر هيمسفيرز، يو سي هنا ذا سيريبيلر هيمسفيرز ار فيري سمول. هايدروكيفلس ما بيبقاش موجود اثناء الولاده، لكن 75% ديفلوب باي ايج اوف 3 مانثز. العيانين دولت ممكن يكون عندهم اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم. يبقى علشان نشخص الداندي ووكر، نمره واحد في بوستير فوسا از انلارجد، في سيست ورا السيريبيلم، السيست از كوميونيكيتنج وذ ذا فورس فنتريكل ثرو ذا ابلاستيك فيرمس، والسيريبيلر هيمسفيرز ار هايبوبلاستيك، وفي سوبرا تنتوريال هيدروكافلس. وطبعا لما تلاقي الفنتركلز عاملين كده بتعرف على طول ان في اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم، اللي هو الفنتركل عامل زي العصايه والاوكسيبيتال بارت بتاعه اكبر بكتير من الايه من الفرونتال بارت بتاعه. الداندي ووكر ممكن يبقى معاه بعض الانوماليز التانية، اللي هي ان هو يكون معاه نيورونال مايجريشن ديس اوردرز، هنتكلم عليها ان شاء الله بكره. ده ريترو سيريبيلر سيست كوميونيكيتنج مع الفورس فنتركل، والسيريبيلر هيمسفيرز ار سمول، لكن العيان عنده ثيك برود جايراي اللي هي اسمها باكي جايرا زي ما احنا عارفين، وبعض الناس بيكون معاها اوكسيبيتال انكفالوسي. دولت صور نورمال للبرين، ودولت صور بتاعه الداندي ووكر في الساجيتال. الحقيقه في الام ار من الحاجات الكويسه قوي اللي بنشوف فيها الداندي ووكر، فهنا يسي اللارج بوستير فوسه فيري بيج ريترو سيريبيلر سيست، اند يو سي ذات ذا سيست از كوميونيكيتنج وذ ذا فورث فنتريكل ثرو الحته اللي هي المفروض يكون فيها ذا سيريبيلر فيرمز. لان هنا ده السيريبيلر هيمسفيرز ويتش ار هايبوبلاستيك، وممكن تشوف هذا الكلام في الاكزيال ايمجز. سوبرا تنتوريالي شايف الفنتركل عامل زي العصايه كده، البوستيرير بارت بتاعه از انلارجد، الانتيرير بارت از اتينيويتد، ده معناها ان الكوربس از ابسنت، ولما تبص في الساجيتال ان يو دونت سي ذا كوربس كالوزم ان ذا ساجيتال ايمجز. ذن يو كان كومبير ذيس ساجيتال بالساجيتال اللي هو بتاع البيشنت نورمال، ده الكوربس كالوزم، هنا ده سيسترنا ماجنا از نوت كوميونيكيتنج وذ ذا فورس فنتركل، ده سوبرا تنتوريال فنتركلز ليهم الكونفيجريشن الطبيعي بتاعهم فرونتال هورن واوكسيبيتال هورن، وهما الاثنين قريبين جدا من بعض في الميد لاين، ذي ار نوت وايدلي سيبريتد. ده ذا نورمال ابييرنس اند ذيس از ذا ابييرنس اوف داندي ووكر اسوشيتد مع اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم. طبعا مش كل العيانين داندي ووكر عندهم اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم، لكن ات از ا فريكوينت اسوشيشن زي ما احنا شفنا كده في حوالي تلت المرضى. بعد كده
الداندي ووكر فاريانت. بعض الناس بتقول الاحسن ان احنا نسميه سيريبيلر هايبوبليزيا، على اساس ان في الداندي ووكر العادي بيكون في ريترو سيريبيلر سيست، ويكون السيست ده از كوميونيكيتنج وذ ذا فورس فنتريكل ثرو ذا ابلاستيك فيرمز. لكن هنا الفيرمز جزء منها موجود زي ما احنا شايفين، وعشان كده مفيش دايركت كوميونيكيشن ما بين الفورس فنتريكل وما بين السيستينا ماجن. اند السيريبيلر هيمسفيرز ما هماش يعني الى حد ما هايبوبلاستيك شويه، والفيرمس برضو هايبوبلاستيك شويه. and you may see hydrocephalus supratentorial and may not، يعني ممكن يكون في dilated ventricle supratentorial وممكن لا. يبقى هنا mild vermin hypoplasia with large cisterna magna اللي هو ده، normal sized force ventricle which is not communicating with the retrocerebellar cyst، normal posterior fossa مش enlarged زي التاني ما كان enlarged، وبعدين البرين ستيم از نورمال، وممكن الكوربس كالوزم برضو يكون نورمال. الميجا سيستيرنا ماجنا هو ان السيستيرنا ماجنا زي ما احنا عارفين بتبقى ورا السيريبيلم في الحته دي، في بعض الاحيان بتتوحش زي كده. كل ده عباره عن سيستيرنا ماجنا. ايه اللي عرفك ان ديت سيستيرنا ماجنا ما هياش اي حاجه تانية؟ كذا حاجه. نمره واحد، the size of the posterior fossa is not enlarged لان دي normal variant ما هياش space occupying. نمره اتنين، the size of the cerebellum is normal. the vermis is present. the size of the fourth ventricle is normal. no supratentorial hydrocephalus. كل الحاجات ده اهي، والعيان طبعا ما بيشتكيش من اي حاجه. يبقى الـ كل المنظر ده عباره عن ان السيستيرنا ماجنا از جاينت او ميجا سيستيرنا ماجنا. وانا كنت الحقيقه متصور ان احنا ما بنشوفش المنظر دوت ان ذا كلينيكال براكتس، لكن انا اي هاف كيسز زي كده بالظبط. سيستيرنا ماجنا ده منقول من الكتب. في بعض الاحيان بيكون في ورا السيريبيلم اركنايد سيست، طلع اركنايد سيست ان ذا سيستيرنا ماجنا. then how can you differentiate the arachnoid cyst من بقية الحاجات التانية؟ arachnoid cyst is a space occupying lesion. then this arachnoid cyst will compress the cerebellum and it will result in supratentorial hydrocephalus. في حين ان ال posterior fossa هنا هو غالبا مش هيكون enlarged، وال cerebellum هيبقى of normal size، وال vermis is present، وال fourth ventricle is normal size، ولكن يوجد في ال supratentorial في hydrocephalic changes. يبقى اذا احنا عندنا ثلاث حاجات in the posterior fossa اللي هم بيسميهم cystic malformations of the posterior فصة، وفي واحد لسه جاي. اول واحد فيهم اللي هو ده داندي ووكر الاصلي اللي بيكون البصير فصة كبير وفي سيست كبير، والسيست كوميونيكيتنج وذ ذا فورس فنتركل، والفيرمس مش موجوده، والسيربيلم هايبوبلاستيك، وسوبرا تنتوريال فيها هيدروكافلز. بعدين السيسترنا ماجنا وديت سي اس اف ورا السيربيلم، السيربيلم نورمال والفورس فنتركل نورمال والبصير فصة نورمال ومفيش سوبرا تنتوريال هيدروكافلز. وبعدين اراكنويد سيست بوستيريور تو ذا سيربيلم، السيربيلم كويس والفورس فنتريكل كويس والفيرمس كويسه بس في سوبرا تنتوريال هيدروكافلس. هم دولت ثلاثه سيستيك مال فورميشنز ان ذا بوستيريور فوسا، وفي واحد هيجي بعد شويه. نيجي لرابع نوع من السبيشال تايبس اوف هيدروكافلس which is ذا كياري. والكياري زي ما احنا عارفين بيتقسم الى ثلاث انواع، كياري 1 كياري 2 كياري 3، ودولت كلهم واحد اسمه هانس كياري سنه 1891 هو اللي ديسكرايب هذه الانوماليز. الانوماليز ببساطه شديده هي جزء من الكونتنتس اوف ذا بوستيرير فوسا بينزل ان ذا ابر بارت اوف ذا سيرفايكال سباينال كانال. لما بيكون حته بسيطه من السيربيلر تونسلز بيبقى كياري 1، لما تنزل معاها الفيرمس وجزء من الفورس فنتركل والمظله بيبقى كياري 2، لما اكتر من كده ينزل مش هيقدر ينزل ان ذا سيرفايكال سباينال كانال، فلازم ينزل ان انكفالوسيل، يعني يكون في انكفالوسيل يا اما اوكسيبيتال يا اما ابر سيرفايكال، فده بيسموا دوت كياري 3. التونسل زي ما احنا شايفين كده اوف ذا سيربيلم بتبقى elongated ونزلت ثرو ذا فوريمن ماجنم. السهم ده بيشاور على الحرف بتاع الفوريمن ماجنم اللي هو المفروض ليفل بتاعه. And this is the cerebellar tonsil which is lower down behind the cervical spinal cord.
الحقيقة الكلام دوت مكتوب في الكتب ان مش كل واحد عنده السيربيلر تونسل بلو ذا ليفل اوف ذا فورامين ماجنم بيكون اسمه كياري مال فورميشن، ولكن السيربيلر تونسل نورمال فاريانت بتبقى موجودة ان ذا ابر بارت اوف ذا سيرفايكال سباينال كانال، وده بيكون 6 مللي في الفيرست ديكيد، 5 مللي لحد الثيرد ديكيد، 4 مللي لحد الايت ديكيد يعني 70 سنه، و3 مللي لحد الناينث ديكيد اللي يعني 80 سنه. ف الكياري بيتحسب لما يكون الديسنت اوف ذا تونسل اكتر من النورمال المسموح بيه اكوردنج لسن المريض. فلو نزل جزء من التونسل من اول مثلا هنا كده لحد التيب اوف ذا تونسل مثلا سنتي او اكتر من سنتي، then you call this كياري one malformation. وهذه الكياري يعني ما فيهاش اي فايندنج تاني اكتر من كده، ولا فيها هيدروكيفلس، ما فيهاش اي حاجه خالص، just elongation of the cerebellar tonsils displaced inferiorly through the foramen magnum. ما فيش اي congenital anomalies تانيه، ما فيش هيدروكيفلس، ما فيش اي حاجه. النوع ده سهل قوي ان هو يعني يعدي ان ذا كلينيكال براكتس. كلنا بنكتب ام ار برين كتير، ولو انت بصيت كل شويه على الساجيتال هتلاقي ساعات ان التونسل يعني في الفريم الماجنم ان يو اجنور هذا الموضوع. لكن المهم بقى، وهو ده ذا موست كومنلي سين تايب، اللي هو ذا كياري 2. الكياري 2 معناها ان اكتر من السيربيلر تونسلز نزل ان ذا ابر بارت اوف ذا سيرفيكال سباينال كانال، وده بيكون معاه ذا سيربيلر فيرمس ومعاه الفورس فنتريكل ومعاه جزء من المظله اوبلونجات. والعيانين دولت زي ما الصوره ديت موضحه كده 100% بيكون معاه منينجسيل او اي حاجه في المينينجي مايلوسيل من الحاجات اللي هي السباينال ديسرافيزم. زي ما انا كاتب هنا كده او هم كاتبين في الليترشر طبعا 100% مينينجي مايلوس هيل داونورد ديسبليسمنت اوف ذا ميدالا اند ذا سيربيلر فيرمس، وبعدين نتيجه ان الفورس فنتريكل بيتمط ويتزنق في الفورس في الفريمن ماجنم بيحصل سوبرا تنتوريال ايه هيدروكيفلس. العيانين دولت بيبريزنت بديفيكولتي سوالوينج سترايدر ابنيك سبيلز ويك كراي ارم ويكنس. الحقيقة أنا يعني ريسنتلي ابتديت أحط الكلينيكال داتا بتاعت العيانين، علشان دايما افكر دكاتره الاشعه ان هم they are physicians، ما هماش مصورتيه، and they are they should be intimately related to the patient من ناحيه معرفه العيانين دولت المفروض ان هو يكون بيشتكي من ايه، بحيث ان لما يجي عيان وانت تساله الشكوى او 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 ان you can formulate الحاجات دي في دماغك، فان you can predict ايه اللي هيطلع غالبا في الاشعه، فبيسهل عليك التشخيص شويه. زائد ان من انا ارجو من كل واحد سامعني ان هو يهتم جدا بالكلينيكال داتا بتاعت المريض علشان يدي جود ريزلت في التشخيص. 17% من الناس بتوع الكياري بيشتكوا من ابيليبسي، و ده ممكن يكون سببه اي ليجن تاني موجود مع الكياري زي اسكيميك تشينجز او وايت بتاع ده نيورونال مايجريشن ديس اوردرز. المانيفستيشنز بتاعت الكياري بتتقسم الى 3 ستيجز: ستيج ان ذا سيرفايكال سباينال كانال، ستيج ان ذا بوستيريور فوسا، وستيج سوبرا تنتوريال. يعني في مانيفستيشنز هنا وهنا وهنا. فالبوستيريور فوسا تشينجز نمره واحد ان البوستيريور فوسا از سمول. ليه؟ لان جزء من الكونتنتس بتاعته نزل ان ذا سيرفايكال سباينال كانال. نمره اتنين جابنج اوف ذا فوريمن ماجنم، يعني الفوريمن ماجنم بقى اوسع من الطبيعي نتيجه ان في كونتنتس اضافيه ماشيه ثرو ذا فوريمن ماجنم. كونكيف كلايفس، ان الكلايفس بدل ما تبقى خط مستقيم بتتأور كده كجزء من الوايدنينج اوف ذا فوريمن ماجنم. اتينيويتد تيوب لايك فورس فنتريكل، يعني اف يو لوك ان ذا بوستير فوسا، بوستير فوسا صغير، ان يو مي سي ذا فورس فنتريكل اند يو مي نوت.
ده كان عشان تشوفه وهو ممطوط وهو تيوب لايك الفورس فنتريكل نازل كده وعامل كده وجاي كده، لكن هو لما يتمط في الكاري هيبقى عامل زي التيوب. ده محتاج الساجيتال في الام ار. فهنا انا حطيت صورتين، صوره للنورمال ابيرنس اوف ذا فورس فنتريكل الطبيعي، وصوره للفورس فنتريكل في الكياري. الفورس فنتريكل اللي اتسحب كده لتحت بقى زي التيوب، والسيربيلر تونسلز زي ما احنا شايفين والفيرمس نازلين لتحت انسايد ذا ابر بارت اوف ذا سيرفايكال سباينال كانال. يبقى البوستيرير فوسا تشينجز اربع حاجات. نمره واحد البوستيرير فوسا صغير، نمره اتنين ذا فوريمن ماجنم كبير، نمرة ثلاثة الكلايفس از كونكيف، نمرة أربعة الفورس فنتريكل يا إما ما تشوفوش خالص يا إما تشوفه حاجة صغيرة، ولو كان عندك ساجيتال ايمجينج هتلاقيه تيوب لايك. تيجي بعد كده in the upper part of the cervical spinal canal هتشوف الأربع حاجات دول. نمرة واحد part of the cerebellum and the medulla behind the spinal cord، هتلاقي part of the cerebellum and the medulla، ودي الحقيقة يعني من الحاجات الصعبة انك انت تشوفها في الايمجينج الا لو كنت عامل يعني فحص ديديكيتد مخصوص. هنا ادي السيربيلم نازل كده والمضلة اتسحبت لتحت كده، المضلة دي فوق السباينال كورد، ازاي هتيجي تبقى وراه؟ فجزء من البرين ستيم بيتسحب لتحت ثرو ذا فوريمن ماجنم، فبيعمل الحرف ده اللي هم بيسموه ده سيرفايكو ميدالري كينك او سبير، اللي هو الحته اللي نازله كده دي. فجزء من المدله بيتسحب ورا السيرفايكال سباينال كورد فيعمل زي البوز كده، ودي الحقيقه في الصور بتاعت الكادافر سهل انك انت تشوفها، لكن في الصور الام ار ممكن تبقى صعبه انك انت تشوفها. اليمجيتد تيوب لايك فورس فنتريكل اللي هو اللي كان موجود في البوستيرو فوسه، وحسبناه مع البوستيرو فوسه وحسبناه هنا برضو، وسباينال ديسترافيزم. سباينال ديسترافيزم يعني انك تلاقي ذا سنترال بارت اوف ذا سباينال كانال از دايليتد، اللي هو هايدروميليا، ودوت از فريكوينت فايندنج مع الكياري، او انك انت تلاقي تحت في ايه منينجو مايلوسي. لو احنا بقى سوبرا تنتوريال هتشوف الحاجات دهيت. نمره واحد ان العيان عنده هيدروكيفلس ومعاه كولبوكيفالي. كولبوكيفالي معناها زي ما قلنا ان الفرونتال هورن اصغر من الاوكسيبيتال هورن، لكن the supratentorial ventricles are dilated. The third ventricle is dilated and the lateral ventricles are also dilated. وده اللي بيجرنا على الكلام ان احنا قلنا ان الكياري من اكتر الحاجات اللي هي بتبقى مس انتربريتد على ان هي اكويداكتال استينوزس، على اساس انك انت لما تعمل للمريض كده تبص في البوستيرير فوسه ما تلاقيش الفورس فنتركل، وتلاقي السوبرا تنتوريال فنتركلز ار دايليتد، ذن يو دايجنوز ان دوت يكون ايه اكويداكتال استينوز. يبقى اول حاجه dilated supratentorial ventricles ومعاهم كولبوكيفالي، يعني الفرونتال هورن اصغر من الاوكسيبيتال هورن. الحاجه الثانيه large basal ganglia اللي هي بتدي لك الفيجر inverted 3. لو انت بصيت هنا هتلاقي ده السايت اوف ذا كوديت، وده السايت بتاع اللينتيفورم، وده السايت بتاع الثالاموس، مكعبرين كده بحيث ان عاملين indentation على الفنتريكل زي حرف الثلاثه. فلو انت بصيت على الرايت سايد هتلاقيها ال 3 اللي بالانجليزي، لو بصيت عليها على الناحيه الثانيه هتلاقيها الانفيرتد 3. بعد كده بيكد تكتم. التكتم ده اللي هو البوستيريور بارت اوف ذا ميد برين، لما الكونتنتس اوف ذا بوستيريور فوسه تتسحب لتحت الجزء من البرين ستيم بيتسحب برضو لتحت، فيبقى عامل زي المنقار. وانا حطيت الصوره النورمال ديت so that you can see the quadrigeminal cistern and this is the site of the midbrain. في العيانين اللي عندهم كياري بص اللي بيبقى عامل ازاي، بيبقى عامل زي المنقار بيك ده تمام. الكوادريجيمينال سيستيرن بدل ما هي عامله زي الطبق بتبقى عامله زي الايه زي المنقار. بعد كده مفيش كوربس كارلوزم ونيورونال مايجريشن ديس اوردرز، لكن من الحاجات المشهوره جدا في الكياري الموضوع ده اللي هو فينستريتد فالكس، يعني الفالكس فيها خروم
وبتخلي البرين تيشو يكروس الميد لاين رايح جاي زي ما هوري لك دلوقتي. يبقى دولت الحاجات اللي بنشوفهم سوبرا تنتوريال. الحاجات اللي احنا بنشوفها ان ذا بوستيرير فوسه اربع حاجات: بوستيرير فوسه صغير، الفوريمن ماجنم واسع، الكلايفس كونكيف، والفورس فنتريكل تيوب لايك. مظبوط كده. الحاجات اللي بنشوفها in the upper part of the cervical spinal canal: the fourth ventricle tube like ال cerebellar tonsils والفيرمس ورا ال spinal cord plus المدلة نزلت ورا ال spinal cord وعاملة ال medullary spur و tube like fourth ventricle وال spinal cord ممكن يكون فيه syringomyelia أو diastematomyelia. supratentorial بتلاقي الخمس ست حاجات دول: هيدروكيفلس ويز كولبو كيفالي، وبعدين لارج بيزل جانجليا تعمل انفرتد 3، وبعدين بيكد تكتم وفينستريتد فالكس هوريها لك دلوقتي. ممكن يكون مع الناس دولت اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم في نسبه ضخمه جدا من العيانين، وممكن يكون عندهم مايجريشنال ديس اوردر. اند ذيس از ذا ابييرنس اوف فينستريتد فالكس، وهتشوفها كويس قوي في الام ار وهتبقى الى حد ما صعبه في السي تي. هنا في العيان ده هتلاقي التكتم از بيك ده اهوت زي ما احنا شايفين، وبعدين هتلاقي ان في برين تيشو كروسنج ذا ميد لاين تو ذا اوبوزيت سايد، وبرين تيشو رايح الناحيه الثانيه. اند ذس از وات وي مين باي فينستريتد فالكس. اول ما تشوف المناظر ديت تعرف على طول ان ذس از ذا ستيجمتا اوف ذا كياري مالفورميشن. تكتل بيكينج ممكن تشوفه في الاكزيال وممكن تشوفه في الساجيتال. انا اعتقد كان في صوره هنا اهي، يعني كان سي ذس ذا تكتم اوف ذا ميد برين، وشايف هو عامل زي المنقار تقريبا بالظبط. وهنا برضو في الاكزيال ايمجز ذا بيكينج اوف ذا تكتم، وهنا برضو في الاكزيال ايمجينج بيكينج اوف ذا تكتم. And these are the تقريبا الفول بلون بيكتشر بتاعت الكياري مالفورميشن. انك انت شايف السيريبيلم نازل لتحت، والفورس فينتركل از الونجيتد تيوب لايك، التكتم في بيكنج، فينستريشن اوف ذا فالكس، اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم، السبلينيوم والحته اللي من ورا فيها اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم. The carry type 3 زي ما احنا اتفقنا اكتر من اللي احنا قلنا عليه نزل in the cervical spinal canal، وعشان ال cervical spinal canal ما تصدرش تستوعب كل ده فلازم يكون في انكفالوسيل، اللي هو carry 2 ده low occipital or high cervical انكفالوسيل، اللي هو زي كده. ال contents of the انكفالوسيل جزء من السيريبيلم، ساعات جزء من الاوكسيبيتال لوبس، بارت اوف ذا ميدالا، مي بي ذا مونس، وكذلك الفورس فينتريكل. يعني كميه ضخمه جدا من الكونتنس اوف ذا بوستيريور فوسه بقت هنا، اند هيرنيتد تيشو از اب نورمال. يعني ذس بلاستيك برين تيشو وفي اب نورماليتيز كتيره جدا. عشان كده هم بيعتبروا ان هذا النوع از انكوباتبل ويز لايف. ده عيان ما نقول من الليترتشر، يعني بعض الناس تقول على ده اوكسيبيتال انكفالوسيل ملوش دعوه بالكياري خالص، وبعض الناس بتقول دوت كياري تايب 3. ف ده 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 انكفالوسيل في ديفكت ان اوكسيبيتال بون ثرو ويتش ان بارت اوف ذا برين از هيرنييتد اوتسايد ذا كرينيوم. لكن لو هو اتحط مع الكياري ممكن يتحسب على ان هو كياري كاري 3. ده اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو رابع نوع من السيستيك مالفورميشنز ان ذا بوستيري فوسه، اللي هم بيقولوا عليه كاري 4، which is a very rare condition where there is severe cerebellar hypoplasia and a small sized brain stem. والبوستيري فوسه عباره عن كوره مليانه سي اس اف. سوبراتنتوريالي مفيش هيدروكيفلس، والكوربس كالوزم كويس، ومفيش اذر سي ان اس انوماليز. كل اللي موجود هنا كان السيريبيلم تقريبا مش موجود، زائد البرين ستيم از هايبوبلاستيك. فبتقدر تعتبر دوت اللي هو الكياري تايب 4 جزء من الايه البوستيرير فوسا سيستيك مال فورميشنز، انكلودنج ذا داندي ووكر والفاريانت بتاعه، والميجا سيسترنا ماجنا، و الريترو سيريبيلر اراكنويد سيست.
الكورباس كالوزم زي ما انتم عارفين is a commissural fibers connecting both cerebral hemispheres، وبيبقى متكون من 4 أجزاء. الجزء اللي هو الحرف اللي نازل لتحت دوت is the rostrum، ودوت الجنو، وده البودي، وده السبلينيوم. hypogenesis معناها absence of the later formed segments اللي هم the splenium and rostrum، ده لما يحصل hypoplasia of the، لكن agenesis خلاص كله راح. This is the appearance of agenesis of the corpus callosum by CT. And you can see the ventricles عاملين زي العصاية. The frontal part attenuated, the occipital part dilated. They are widely separated from the midline. وممكن الحتة اللي في النص تبقى فيها ال third ventricle طلع لفوق، أو يكون فيها arachnoid cyst in between the ventricles. الأسهل من كده إنك أنت تشوف الكوربس في الساجيتال T1 في الـ MR. This is the normal appearance of the corpus callosum and this is hypoplasia of the of part of the corpus callosum including the posterior part of the body and the splenium. وبرضه هنا هو جزء من السبلينيوم is agenesis وبقية الكوربس موجود. Total agenesis of the corpus callosum, the normal appearance when how you don't see any remnants of the corpus callosum على الإطلاق. في جزء من ال hypogenesis إنك تلاقي كل ال parts of the corpus callosum موجودين بس هو رفيع قوي. ده واحد برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها. ساعات يطلع في الكوربس كالوزم او في مكانه ليبوما لو كان هو ما طلعش، فالليبوما في السي تي هتبقى اوف فات دنسيتي اند ات مي شو كالسيوم، وفي الام ار هتوري هاي سيجنال ان ذا تي 1 ويتد ايمج. There are two types of lipoma. واحد منهم انك تلاقي كتلة من الفات في مكان الكوربس، والتاني انك تلاقي شريط كده من الفات ماشي بحذاء المكان اللي ماشي فيه الكوربس كالوز. وديت بتقول لك ان بعض من البلاد فيسلز اللي في الحته ديت ممكن تكون ماشيه جوه الليبومه، ومن هنا تاتي خطوره انك انت تحاول تشيلها يعني وكده. تلات اربع اسئله كده لل جاست يعني تصحصح دماغك شويه. لوبر ولا ايه؟ لوبر ولا سيمي؟ ايه لوبر؟ ايه لوبر تايب؟ هولو بروزن كيفالي. فين هو الفورس فنتركل؟ ده بالون ثيرد فنتركل ولاترال فنتركل دايليتد، يبقى اكويدكت. ها صح، اكويدكت ستينوزس بيري فنتريكولار ايديم. المفروض يكون في صوره هنا تانية فيها المكان بتاع الفورس فنتركل. طيب حيدر انكيفالي الفالكس از بريزنت، وكل البرين بقى ميه السلاماي موجودين دوت هايدرين كامل. صح مظبوط. كاري تو مال فورميشن مظبوط، قلب كيفلي وانفرتد ري ما اعرفش كل ده. صح. يوني لاترال، يوني لاترال فورامينر اوف مونورو اتريزيا او اوبستراكشن اند ذا فنتركل از دايليتد، والتاني الى حد ما كويس. يوني لاترال فورامينر استينوزيس داندي ووكر الاصلي. And you see retrocerebellar cyst which is communicating with the fourth ventricle, supratentorial hydrocephalic changes. ممتاز صح. Yes, this is MRI subarachnoid hemorrhage intraventricular extension, and you see hemorrhage in the occipital horns, hemorrhage in the Sylvian fissure, hemorrhage around the rupture of the aneurysm, and this is T1 weighted image. واحنا كنا نعم؟ لا ده T1. عرفت ازاي؟ T1. طب ماشي فلير ليه؟ ايه رايك يا ايمن؟ انا
ها طب استنى ثانية واحدة. بس الأرقام اللي على الفيلم مش باينة قوي، فأنا عشان كده T1. والله انا اللي انا فاكره ان دول تي 1 الحقيقه، يعني انا فاكر ان دول تي 1، بس انا قصيت الكلام اللي حواليهم فمش قادر انا جادج دلوقتي. لكن انا دايما ببقى، حتى يمكن انت فاكرين من المره اللي فاتت، يعني طب خلينا نبقى نرجع لها مرة تانية. المهم ان في بلود في السبراكنايد سبيس، وفي بلود انتروفنتريكولر، وفي كوميونيكيتنج اندر كامبس. لو كانت pointed يبقى دي pathological يعني. ما قريتش انها حاجة زي كده، بس it seems logic يعني، ان هو ان هي لما تبقى of normal configuration يبقى ده normal variation بتاعها، ولما تبقى pointed او peaked يبقى اوكي. ماذا ترون في هذه الحالة؟ نعم نعم communicating under Kefles. Yes, برافو عليك. This is communicating under Kefles. ما نعرفش إذا كان ده secondary to subarachnoid hemorrhage ولا منين، بس سن العيان وإن هو واخد صبغة وكل الكلام ده is pointing إن هو يكون meningitis يعني. بس this is communicating hydrocephalus. ده عيان عنده 74 سنة. لو هو برين اتروفي يبقى الكورتيكال سلساي ار دايليتد از ماتش از ذا فنتريكلز، which is not the case. The cortical sulci في عيان عنده 74 سنة يعتبره attenuated، و سي سي اس اف يعني في السن ده ممكن تعتقد ان ده بيري فنتريكولار arteriosclerotic encephalopathy، لكن شكلا ده سي اس اف فعلا، والثيرد فنتركل از دايليتد واللاترال فنتركل از ار دايليتد، ولكن الفورس فنتركل از نوت دايليتد. ليت اونست اكويدكتال ستينوزس. ان يو شود ثينك كويس قوي في موضوع التكتال جلايوما ده، بس العيان دوت ما كانش كده. بس ده صغير، بس صغير، ده نورمال سايزد باينال بودي يعني، ما هوش مستفحل، مش مستفحل قوي. يا جامد. كوربس كالوزم تايم اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم الفنتركلز شال بتاع. This is the sagittal image اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم. كاري 2 فينستريشن اوف ذا فالكس بيكينج اوف ذا تيكتم اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوز. اللي هي انهي واحده دي؟ ايه الفايكنج ان ساين؟ ده ما اعرفش الساين نفسها اللي هي طيب ده بيقول لك ده شنطة كياري وفي ثلاثة findings. Can you see the three findings? Fenestration of the falx. وإيه كمان؟ partial agenesis of the corpus callosum. وإيه كمان؟ و beaking of the tectum. صح كده؟ tectal beaking, fenestration of the falx, agenesis of the corpus callosum. أعوذ بالله التوفيق.